السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نعلمكم كيف الموظفين يقدرون يستخدمون تطبيق الحضور الذكي من تمكين، واللي يتيح لهم تسجيل حضورهم من هاتفهم الجوال. اولا ادخل اسم الشركة اللي تشتغل فيها، ثانيا اضغط على اول تسجيل دخول، بعد كذا حط بريدك الالكتروني الخاص بالشركة، راح توصلك رسالة على بريدك الإلكتروني فيها رمز التفعيل. أدخل رمز التفعيل، بعد كذا حط كلمة المرور الجديدة، والحين تقدر تسجل دخولك. بعد ما تسجل دخولك راح يحدد النظام الحضور الذكي موقعك الحالي، وإذا كان موقعك الحالي ضمن النطاق المحدد راح تقدر تسجل حضورك بضغطة زر، وبضغطة زر ثانية تقدر تسجل خروجك من الدوام، وبكذا تضمن أنه ما يضيع منك ولا ساعات عمل حتى لو كنت تشتغل من بيتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.